يقول يعني في بين الفرق الدقيق بين الـ بين الـ بين الخشيه والخوف. معايا؟ اي نعم معاك دكتور. يقول لك اب دخل البيت، دخل بيت من البيوت ومعاه طفله الصغير في ايده. اي نعم. الطفل ده عنده 3 سنوات ولا عنده 4 سنوات. الاب دخل البيت، وجد في البيت ثعبان او وجد في البيت حيه. اي نعم. او وجد في البيت حربايه او وجد في البيت عرسه. ما اعرفش بقى الاخوه يعرفوا العرسه ولا لا. او نخلينا في التعبان يعني. ايوه. فالمهم يعني ايه؟ الرجل انقمع، الاب انقمع. اي نعم. وايه؟ وانجمع ورجع ورا. اي نعم. القفره. الطفل ممكن يقدم على الثعبان او الحيه دي او البريصه او العرسه دي، يقدم يلعب بها يفكر انها لعبه. اي نعم. لكن هو لما راى من ابيه انجماعا وانقماعا والقهقري والرجل يعني كده، فالولد يعني بمشاعر ابيه انقمع وانجمع ورجع ورا. هذا الذي عند الطفل خوف، لكن الذي عند الاب خشيه. سبحان الله. ليه؟ لأن الأب انقمع وانجمع ورجع ورا لأنه يعلم أن هذا الثعبان مؤذي. أي نعم. إنه سام، إنه ممكن يكون سبب في 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 إتلافه، يكون سبب في إيذائه، فكان انجماعه وانقماعه وبعده ورجوعه عن علم. إنما طفله ما انجمعش ولا انقمع ولا رجع لورا بنفسه، إنما بتأثرا بمشاعر أبيه. يبقى الذي عند الطفل خوف والذي عند الأب خشية. هذا الفرق الدقيق بين الايه؟ بين الخوف والخشيه. والخوف منزله والخشيه منزله. لا، الخوف ولمن خاف مقام ربه جنتان، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان جنتها هي المأوى. لكن الخشيه لم تذكر الا للعلماء، ولذلك في سوره فاطر يمحص الله من عباد العلماء، وفي سوره الاحزاب يقول تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. ايه اللي يدل على ان الخشيه عن علم؟ ان هنا قال يبلغون رسالات الله، يعني ذلك عندهم علم. اي نعم. والا ماذا سيبلغون؟ هذا الفرق.